اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه والهنا، وباش ما كتمنوا يا ربي في حياتكم، وسيرتو سيرتو بالصحيحه لكل واحد، لان راه لما كانتش الصحه راه ما كاين حتى شي حاجه. اليوم جيت بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. هذا كيف ما كتشوفوا ما كاين لا طبيله ديال العيد لا والو، شادين الطريق غادي نسافروا ان شاء الله. شحال هادي ما خرجناش، شحال هادي ما سافرناش، مهم كانوا بزاف ديال الحوايج اللي ما يخليونا لا نسافروا لا نديروا حتى شي حاجه. ودابا قلنا علاش لا ما نديوش الدراري يشدوا مع شدوا لي فاكونس، عندهم 15 يوم ديال لي فاكونس. السيمانه الاولى صافي راه تسالات، وهذه السيمانه الثانيه. صراحه كنا غادي نمشيو البارح اللي هو نهار الاخر ديال رمضان، وما ساليتش، عييت، ما جمعتش لي باجاج وكل شيء، وصافي حتى اللي عديت كنجمع اللي ساليت. هذاك علاش قلنا نمشيو اليوم في الصباح، هادي راه 8:30 صافي. دابا راه حنا غادي نشدو الطريق. وفين غادي نمشيو البنات؟ غادي نمشيو لاسبان. مهم غادي نشارك معاكم اي حاجه، اي حاجه درتها غادي نشاركها معاكم. هنايا غادي ندوز لكم وليداتي، بغاو يقولوا لكم عيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. صراحة هاد المرة تهنيت من الملوي، ما درت لا ملوي لا مسمن لا حتى شي حاجة، مع اني خويا خدام، مرتو خدامة. المهم الناس ديال اوروبا ولا الناس ديال الغربة راه عارفين ملي تتكون عندكم الخدمة راه ما يمكنش غتحبس خدمتك باش تعيد، هادي راه ما يمكنش. هذاك علاش صافي هما خدامين وصافي، قال لي راجلي نمشيو نسافروا، وهذاك علاش صافي. مهم كيف ما كتشوفوا راه حنا غنشدوا الطريق دابا، حبسنا فيت في جيون باش نشري الماء لبنتي ديال بوغ زعما الحليب وكل شيء، ناخذ ليها الماء ديالها باش يكون عندي بلا ما نبقى مع في الاسبان. ما عرفتش واش غيكون كاين نفس الماء ولا لا، هذاك علاش ناخذوا من هنايا باش نكون هانيه. صافي المهم ها نتوما معانا. صراحة البنات ولفنا نهار العيد، كنوضو كنلبسو الكنيطرات، وليداتي تا هما كيلبسو الكنيطرات، وكنكونو موجدين الطبيلة ديال العيد وكلشي. والله عرفتي ما فطرنا ما والو، نيشان شدينا الطريق. هانتوما غادي نفطرو بلي كخواسون ديال لاميكالين، كخواسون شوكولاتين. صافي صراحة قلت لراجلي نجلسو نعيدو عاد نمشيو، قال لي لا الوقت دغيا كيدوز هذا، صافي خلينا نمشيو قبل ما يبدا تا هو الخدمة. هذاك علاش قال لي صافي نمشيو دابا، زعما نبروفيتيو اليوم نمشيو وصافي. المهم غادي نجلسو كيلكو جور، غادي نشارك معاكم اي حاجه غادي نديرها. صافي دخلنا لاسبان، المهم باقي نشارك في الطريق. كنقلبو على شي بلاصه باش نحبسو نمسك شي بلاصه باش نشربو قهيوه وناخدو شي حاجه هكا بيتفي، وعاد نكملو الطريق. المهم كنقلبو على شي بلاصه فيها شي كافي هكا. هنايا المهم غادي ندخلو الدراري اللي بغا يمشي للتواليت، اللي بغا المهم اللي بغاو يشربوا شي حاجه، واخا هما راه كلاو خداو لي جو مع لي كواسون. وهنايا عاد غناخذ هنايا هكا قهيوه مع شوفوا سلمى هنايا صافي بدات اللعب. صافي هنايا راه طلب ليا قهيوه وطلب ليه قهيوه صافي، وغادي نجلس هنايا نشوف شي بلايص نجلس فيها. Non, c'est pour garçon, je crois. Ah, c'est là. Ils sont pas jolis. Il y a la femme de ménage, c'est pas grave. Tu déroules le ménage, elle venait se hacher comme. Un tombeau couché propre. Au moins, c'est propre. حيت هي لا ما كانش بروف ما تبغيش تدخل. هيوا هادي، وغناخد كواسون، ناخد شوكولاتين، المهم كاين شوكولاتين كواسون، غناخد كواسون. المهم غادي نفطر وهانتوما معانا. دابا غادي نمشيو باش يلاه نكملو الطريق. شوفوا اذان
حنايا جينا لهاد السونتر كوميرسيال في جيرونا. المهم باش الدراري شويه ما يبقاوش زعما ثلاثه السوايع وهما شادين الطريق باش يرتاحوا شي شويه، غادي ندخلوا نضربوا دويره ويمكن نتغداو هنايا. المهم ما عرفتش، المهم التفاصيل اللي درتها غادي نشاركها معكم. دابا راه كنقلبوا على بلاصه. عرفتي عامره البنات، عامره الدنيا. يلا لقينا بلاصه حطينا الطوموبيل ودابا غادي ندخلوا لهاد السونتر. هو اداء كاين شويه البرد، كاين شويه البرد والحال زوين. هذا الشيء ما خاصش يشوفوه الدراري، وسينو غادي يلصقوا لينا هنايا غنوليو الحاصل. جينا هنايا لماكدو، مشينا لهذاك برجر كينغ ولكن ما كانش الحوت، ديكو جينا لهنايا، جينا لماكدو. المهم ما قدرناش ناكلو، كاينين ريستورون ولكن ما عرفناش واش زعما حلال ولا لا. وي هادشي اللي قلت ليهم، برجر كينغ ما كانش الحوت، وفي هاد لي زوط كاين هذاك تاكو بيل ولكن حنا ما يكونش حلال. صافي قلنا ناخذو بعدا ماكدو مفقدين من الحوت ما نخافوش، وديك الساعة نتبصرو نعاود نديرو إن شاء الله. ناس في كوكا هانتوما البنات وين قبيلة وحنا نتسناو. يلا وصلت الماكلة، دابا غادي ناكلو وعاد نمشيو. كنا في الطريق صراحة عرفتي مع رمضان صغير البارح طلعت سهرانة فايقة بكري، نعست شي جوج ديال السوايع راني عرفتي ديك الدنيا مطحنة تاكل مبقاش غير نوصل ونعس. المهم حنا باقا في الطريق وين هانتوما معانا. هنا يا البنات صافي دخلنا لبرشلونة، صراحة الدنيا عامرة وما تكونش كاع على اليوم الاثنين. حنايا نورمالمون الاثنين تكون الدنيا عامره، ولكن الدنيا عامره بالناس اللي مشاو يخدموا، ولادي مشي لي باخ وكلشي. انا ما عرفتش واش عندهم شي عطله ولا ما عرفتش، المهم كلشي عامر. وي ماما وي هادشي اللي قلت لهم، زعما الدنيا عامره دراري وكلشي اخري. وي ماما حتى ما نقدش مع الطوموبيل كتزازا، ما نقدش نصور كلشي. البنات كيف ما كتشوفوا راه ظلام الليل، راني وصلت قبيله وملي وصلت صافي طلعت. المهم شدينا واحد لابارتمون طلعت ليها، كنا عارفين بديت البنت الصغيره ولا ديال تك، المهم مرتاحين شي شويه حنايا هكاك. بصراحه عييت بغيت غير نعس، ما قديت لا نخرج لا والو، ولكن راجلي قال والو خاصنا نخرجوا نتعشاو برا. انا قلت له ما صافي نرتاحوا من الصباح مع السهر ديال رمضان وكلشي، قلت زعما نرتاحو وتا الغدا. قال لك لا نخرجو دابا نتعشاو. قلت له شتي اش غدير؟ يلا نتعشاو دابا فيت في بلا ما تقول لي ندورو هكا وهكا، زعما غير حاجه وتا الغدا زعما ان شاء الله. وديك الساعه نديرو ريستوران وصافي. هي سلمى مشات جابت سخونتينات لحقاش السبرديله دبراتها في رجليها، وهو مشى يجيب لي لابوسيت. صراحه البنات الجو زوين وخا صبات الشتيوا، غير ديك الشتا رقيقه ولكن دغيا نشفات الدنيا. هانتوما راس المؤادم كيلعبو في الفونتينات، و تا البلاصة اللي فيها البلاصة اللي فيها لابارتمون صراحة زوينة والله زوينة، جات واحد البلاصة زوينة بزاف يعني حداك لي ياك كاين لي سونتر كوميرسيال هنا اكوتي وكلشي، زعما جات في سونتر ديل كلشي كاين حداك.
زعما ماشي اوبليجي تدي الطوموبيل. دابا راه حنا غنمشيو للشا غادنا على رجلينا كما قلت لكم. مع عييت قلت له شوفنا غير شي حاجه هنايا قريبه، وهذاك علاش شفنا غير واحد الريستورون، ماشي ريستورون سناك واقيله ولا عارف شنو. النهار غادي نشارك معكم النهار بالنهار ان شاء الله. صافي نجينا البنات، هذا هو اقرب واحد. المهم باش هكاك الدراري ياخذوا بيت فيه اللي بغاو ونتعشاو وندخلوا نرتاحوا شويه. هنا يا البنات هانتوما ادم خدا كباب ميكس، هنايا حتى انا خديت ميكس. ها هو بعدا خدات ولكن هزي المونتر. لا لا خبز، شوف وريهم شنو دار. ما بقاش عنده ديال اللحم، حيت جينا في اخر نهار دار لها ديال الدجاج وراجلي خدا ديال اللحم. صافي وكوكا. المهم غادي نتعشاو بالصحة والراحة. من بعد ما تعشينا صراحة الساندويتش كان بنين. المهم كلينا مزيان الحمد لله، الله يخلف. ودابا خرجنا كنتمشاو، ماشي كنتمشاو زعما غاديين نمشيو للدار. صافي غندخلو غير حنايا تنكتشفوا المنطقة. صافي بقات لي غير ناليا، غادي ندخل حتى هي نبدل ليها ونرضعها، لحقاش راه مقبله وهي كتبكي جاها الجوع. ما بغيتش نرضعها في الزنقة، قلت صافي ندخل نيشان ونرضعها ونحطها تنعس. صافي هادشي اللي كاين البنات. هانتوما آلدي، قلت لكم جينا فواحد البلاصة صراحة زوينة بزاف، كلشي كاين حداك، كلشي قريب ليك. وصافي مهمه البنات باش ما نطولش الفيديو، هنايا غادي نسد معكم هذا الفيديو وغنقول لكم نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكون كنت خفيفه على قلوبكم. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم، وان شاء الله غادي نشارك معكم فيديوهات اخرين ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.